بسم الله الرحمن الرحيم. مجموعة التمارين صفحة 20 اللي تخص المشتقة الجزئية. التمرين الأول لتفاضل x تساوي 3 x أس 3 y أس 2. find طالب مجموعة من المطلوبات، مثلا المطلوب الـ a f x بالنسبة إلى x y المشتقة الجزئية بالنسبة إلى x، هذه هي الدالة، والمطلوب الأول هو f x، وإحنا نعرف أنه نشتق بالنسبة إلى x، يعني الواي نعتبر ثابت، نعتبر الواي ثابت والثلاثة ثابت، ويبقى عندنا نشتق فقط بالنسبة إلى x، فيصير 3 في 3 9، x تربيع y تربيع، هذه هي المشتقة الجزئية بالنسبة إلى x. بالنسبة إلى y الفرع b، يعني نعتبر الثلاثة x أس 3 ثابت، والواي تربيع هو المتغير، الواي هو المتغير، فنضرب 2 في 3 6 و x أس 3 تنزل مثل ما هي، و y تربيع تصير y. c يعني المشتقة مع x، ونعوض مكان ال x نحط 1، احنا مشتقين بالنسبة ل x، يعني هالخطوة موجودة، ففقط نعوض المكان ال x 1، ف 9 يساوي هذه 9 في 1 أس 2 y تربيع، ونعرف الناتج، هذا صار 9 y تربيع. ونفس الكلام بالنسبة للباقيات. تمرين ثاني let z تساوي e to the 2x sin y find، أيضا مقصود هنا أيضا المشتقة الجزئية بالنسبة إلى x، فالمطلوب الأول هو partial z by partial x، يعني f z نفس الكلام، فنشتق مشتقة جزئية بالنسبة إلى x. طبعا هنا sin y ثابت، الواي ثابت، فساين واي ثابت يبقى مثل ما هو، ومشتقة الـ e to the x هي e to the x في مشتقة الثيتا اللي هي 2، يعني راح يصير هذه 2 e to the 2x في ساين واي، هذه هي المشتقة بالنسبة إلى الـ x partial z by partial x. الـ c طبعا الـ b نفس الكلام بالنسبة للـ y، الـ c partial z by partial x بالنقطة صفر و y، بعد أن نشتق نعوض صفر أو واي. طبعا هذه هي الـ A، وبالنسبة للـ C partial Z by partial X في النقطة صفر أو واي، وتساوي نحط مكان الـ X صفر صفر، راح يصير 2 E to the 2X، يعني E to the صفر في ساين واي، ونشوف الناتج شنو يطلع عندي، ونعرف أنه E to the صفر يعني 1، فيكمل الصفر قيمتها 1، وإذا الناتج 2 ساين واي. مثلا الجي partial z by partial x في لن 2 بصفر، إذا الجي هذه partial z by partial x نشتقها، هنا نشتقينها بهذا الفرع a، هنا أنا فقط نعوض المكان ال x، راح نحط لن 2، إذا راح تساوي 2 e to the 2 لن 2، ومكان الواي راح يصير ساين الواي، يعني ساين الصفر، وتساوي طبعا هذه 2 حسب خصائص اللوغاريتمات راح تجي هنا فوق 2، هذه راح يصير 4، يعني أس 2 4، والإي تو ذا لين تروح اللين والإي واحد انفيرس الثاني فيلغون، تبقى بس الأربعة، فراح يصير عندي 2 في 4 في ساين الصفر، وساين الصفر هو صفر، إذا الناتج هذا يصير صفر. المجموعة اللي بعدها evaluate the indicated partial derivatives، أيضا نفس الكلام جاي يقول احسب ال partial z by partial x partial z by partial y. صيغ الأسئلة شوية المشتقة، بها صيغ أسئلة كثيرة، موضوع بسيط لكن بيصير أسئلة كثيرة لازم الطالب ينتبه لها، تحلوها طبعا، كل التمارين تنحل حتى شوية الطالب يعني يصير عنده خبرة شوية وسرعة بالحل بالنسبة للمشتقة. وتمرين 11 لتفاف x y يساوي تحت جذر 3 x 2 y find the slope of the surface، جد السلوب هو الميل، والسيرفس هو السطح، جد ميل السطح، ستساوي كذا in the x y in the x direction، يعني باختصار هذا المطلوب، المطلوب a هو a
partial partial f by partial x، يعني نريد f x، بس المطلوب الأول نريد f x، دالة بسيطة نجد f x فيها، والنقطة هي هذه 4 ب2. إذا نحل السؤال هذا، سؤال 11. طبعا نعرف احنا بالنسبة للدالة اللي بيها جذر نحولها إلى أس، فتصير 3x + 2y للأس نصف. فإذا نشتقها f x partial x بالنسبة partial f partial x، أو نكتبها f x بالنسبة إلى x y بصورة عامة تساوي، نشتق هذه الدالة راح يصير عندي 1/2 × 3x + 2y للأس ناقص نصف، للأس ناقص نصف. وبعدين في مشتقة داخل القوس، فهو مشتقة داخل القوس بالنسبة للأكس هي 3، راح تصير 3. زين، هاي 3 خليجي فنكتبها هنا. إذن تحول السؤال إلى هالشكل، وطبعا هاي نعرف أنه هذا راح تنزل بعدين، هاي تساوي راح يصير، خلي هنا هالشكل 3 وهنا 2، وهنا راح يصير تحت الجذر، تحت الجذر 3x + 2y. بعدين عوض بالنقطة، فراح نكتب fx مو في xy وإنما في النقطة اللي طالبها، النقطة اللي هي 4/2، ف fx في النقطة 4/2 تساوي، ونجي نعوض بالبسط، عندنا 3 وهذه 2، بعدين تحت الجذر عندنا 3 × 4 = 12 + 2 × 2 = 4، وتساوي بالبسط 3 بالمقام 12 + 4 = 16، تحت الجذر 4 تطلع 4 يعني من الجذر، وتجيه 2 × 4 = 8. وينتهي حل السؤال. هذا فرع A كان، فرع B نفس الكلام لكن يريد بالنسبة إلى Y، يعني يريد FY FY، وبعدين نحوض بالنقطة. سؤال 12، F of XY تساوي كذا، find the slope of the surface in the X direction at the point. نفس الكلام، نفس السؤال بالضبط، الصيغة تختلف فقط بالنسبة بين السؤالين، لكن المطلوب هو fx و fy بكل بساطة. للزد سؤال 13 تساوي ساين كذا، find the rate of change. إذن rate of change، إذا يجي سؤال rate of change هو أيضا شنو؟ أيضا مشتقة with respect to x، يعني يريد partial z by partial x، نفس الكلام بالضبط. With y held fixed، هاي الكلمة ذكرها أو ما ذكرها، يعني يقول ثبت الواي واشتق بالنسبة للإكس. إحنا حتى لو ما ذكر الكلام هذا، إحنا دائما نثبت ونطبق هذا الكلام. إذن من المطلوب أي يطلب partial z by partial x بالنسبة لهاي الدالة، ونعرف أنه مشتقة الساين هي كوساين، إذن راح يصير كوساين الزاوية نفسها. بعدين في مشتقة الزاوية، ومشتقة الزاوية نشتق بالنسبة للإكس، في الواي ثابت، فراح يصير عندي في ناقص 4، وطبعا دائما نكتب الرقم قبل الدالة، ناقص 4 كوساين الزاوية نفسها. بعدين المطلوب هو إيجاد partial z by partial x في النقطة، نعوض في النقطة، إذا partial z by partial x في النقطة اللي هي 2 ب1، النقطة نتأكد منها، النقطة نعم 2 ب1 راح تكون كالآتي، نعوض تساوي، نعوض شكو اكس نخلي مكانه 2 وشكو واي نكتب مكانه 1، فهنا أنا راح يصير ناقص 4 كوساين، واي تربيع يعني 1 تربيع يعني 1، ناقصا 4 × 2 = 8، وهذه طبعا راح يصير عندي ناقص 4 كوساين 1
ناقص 8 يصير ناقص 7. وهذه زاوية مو خاصة، وقبلنا هذه احنا نعرف الكوساين هي دالة زوجية، وكوساين ناقص ثيتا هو كوساين ثيتا، فيصير كوساين 7. وممكن انه نحسب هذه باستخدام الحاسبة او بطرق اخرى. طبعا نفس الكلام هنا لكن بالنسبة الى واي. التمرين اللي بعده لز تساوي x زائد y يساوي ناقص 1. find the rate of change of z with respect to x at the point كذا with y. نفس الصيغة بالضبط ونقدر نحل هذا السؤال ببساطة. المجموعة اللي بعدها صراحة أنا 3 variables، فنفس الكلام إذا نشتق بالنسبة ل x نبقي ال y وال z ثابت، نشتق بالنسبة ل y نبقي ال x وال z ثابت، ونشتق بالنسبة للذات يبقى الـ X والـ Y ثابت. نفس الكلام لكن 3 variables أو حتى لو 4 variables. التمرين المجموعة اللي بعدها confirm that mix second order partial derivatives of F are the same. يعني هنا أنا شوية ترجمة فقط نفهم السؤال، سؤال بسيط لكن شوية نفهمه. find the mixed second order partial derivatives، ما المقصود بهذه العبارة؟ المقصود بهذه العبارة هم fxy و fyx mixed مختلط second order المشتقة الثانية المختلطة، يعني يقصد انه fxy fyx are the same. يعني اثبت ان برهان السؤال هنا يقول اثبت او بين ان fxy يساوي fyx لهذه الدوائر. فلو نحل واحد من عندهم طبعا هي اكو مبرهنة تقول انه لو الدالة مستمرة فان fx y يساوي fx. فخلي نحل اول واحد 85. يعني اذن هذا السؤال فالمطلوب انه اولا نجد fx بالنسبة الى x و y ويساوي نعرفنا بعد نشتق بالنسبة الى x ولو نعتبره ثابت فهذا يصير 8x وناقص ان راح يصير 8 y بس 4 وهي تصير اصفر هاي اف اكس. بالنسبه الى اف واي شوف اف واي بالنسبه الى اكس واي وايضا نعتبر اكس ثابت هاي تصير صفر وهنا راح يصير ناقص هنا الواي راح يصير 8 في 4 32 والاكس تنزل والواي يصير 6 3 وهنا 7 في 5 35 y أس 4 وهاي تروح صفر. هسه بقى عندنا شنو fxy نروح في نقطة طبعا xy نروح إلى fx نشتقها بالنسبة ل y فهاي تصير صفر وهذه راح تصير 4 في 8 سالب يعني 32 y أس 3 وعندنا fyx تساوي في xy يعني في xy يساوي fy هذه fy نشتقها بالنسبة لx وراح يصير ناقص 32 y أس 3 زائد هذه تروح صفر ولاحظ أنه هذه تساوي هذه. إذا ثبتنا أنه fxy النقطة xy يساوي fyx النقطة xy وهو المطلوب. طبعا طالب يحل الباقيات شوية يتدرب حتى شوية تترسخ بذهنه. هذه find the indicated partial derivatives أيضا نفس الكلام هنا 4 variables لاحظ v w x y 4 variables وأيضا نشتقها بسهولة ما عندنا مشكلة. طبعا على الطالب انه لو نلاحظ هنا عندنا بعض الدوال مثلا اللين لازم تعرف مشتقة اللين وتعرف مشتقة الكوساين والساين وتعرف تراجعهم لازم بالون فاريبل ومشتقة الكوشاين والشاين لان جمعتهم مشتقة التان انفيرس والسيك انفيرس يعني جميع المشتقات اللي مر عليك سابقا في دراستك الماضية لازم تعرف تشتقها. مشتقة الدوال الكسرية دوال الأسية وإلى آخره لازم تراجع هاي القوانين كلها. والسلام عليكم ورحمة الله.